إذن امتدت المعارك إلى غالبية أسواق طرابلس الداخلية، فمن أين بدأت وإلى أين وصلت؟ التفاصيل معك الزميل بسام أبو زيد، تفضل بسام. يعني خلينا نشوف كيف بلشت هذه المعارك في منطقة الأسواق القديمة. إذن في خان العسكر كان الجيش اللبناني يداهم أحد المطلوبين، فكانت الذريعة للمسلحين لشن هجمات ضده في أسواق طرابلس القديمة، فطالت الاشتباكات بداية الحارة البرانية ثم توسعت نحو سوق النحاسين، سوق البزركان، سوق العطارين، سوق العريض، زقاق الرماني، طلعة الرفاعية، السرايا القديمة، ساحة النجمة، شارع الكنائس وساحة التل. هذه الشوارع التي ذكرتها مجاورة لساحة النجم وشارع الكنائس وساحة التل. كل هذه الأسواق بعضها متاخم أيضا لمنطقة باب التباني التي كانت تشهد اشتباكات في السابق، ويسهل التنقل بين هذه المنطقة وهذه الأسواق سيرا على الأقدام عبر بعض الأزقة. هذه الأسواق أيضا تتمتع بتاريخ يصل إلى نحو 800 سنة، وبالتالي هي منطقة أثرية حتى أنها تحوي سراديب تحت الأرض وفيها الحرف القديمة وهي اشتهرت بها. فسوق النحاسين مثلا يشتهر بالنحاسيات، وسوق العطارين بالعطور، وسوق البزركان بالأقمشة، وتمتاز هذه الأسواق بضيق أزقتها حتى أن معظمها لا يمكن للسيارات أن تدخل إليها. السكان في هذه الأسواق هم من العائلات الفقيرة إجمالا، ويعتشون إما من المهن اليدوية التي يمارسونها وإما من خلال عملهم في خارج هذه المنطقة محاولين كسب قوتهم اليومي.